مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. تحية كبيرة وخالصة لكم، ونتمنوا أنكم تكونوا جميع في أحوالكم في أحسن أحوالكم، وتكونوا على خير وبخير فين ما كنتوا. سعيدة بلقائكم مجددا في هذا اللقاء اللي كيجمعنا بكم على موقع لالا بلوس، وبطبيعة الحال اللي كتشاهدوه على صفحات الفيسبوك الخاصة بلالا بلوس وبالإذاعة القريبة منكم ميد راديو. فرحانة بزاف باش نكون معكم، وتحية كبيرة لكم أوفيائنا متتبعينا ومشاهدينا. واليوم الواقع هو هذا غيسلط الضوء على واحد النخبة اللي أكيد أنه برزات الأهمية الكبيرة ديالها وكان دورها فعال خلال هذه المرحلة هذه. وبطبيعة الحال ما غتفوتنيش الفرصة باش نوجه تحية لجميع الأطر اللي اشتغلت واللي نضلت واللي جهدت واللي دارت واحد الدور كبير بزاف باش نتصدوا جميع لهذه الجائحة العالمية واللي هددت الإنسانية في العالم كامل. أكيد أنه ما تفوتنيش الفرصة ونتوجب الشكر الجزيل بطبيعة الحال لجميع السلطات كيف ما كانت، كان وجود تحية بطبيعة الحال العسكريين الدركيين الشرطة أعوان السلطة أيضا السلطات العمومية، وبطبيعة الحال غنوجد تحية كبيرة للأطباء الممرضين الأطر الصحية وجميع الناس اللي كتشتغل في قطاعات حيوية غذائية، كنوجه تحية لعمال النظافة، كنوجه تحية للناس اللي تنقلت ما بين المدن باش تلبي لنا الاحتياجات اليومية ديالنا، تحية لكل الناس اللي كانت عندهم واحد البصمة كبيرة في انه نحاول نوعا ما نتعايشوا على امل ان شاء الله باذن الله نتجاوزوا هذه المرحلة هذه. ولهذا الغرض اليوم كنستضفوا معنا في برنامج الواقع هو هذا، بصراحه وانا فخوره جدا انه ناخذ معايا هاد النماذج مغربيات حرات ما شاء الله عليهم وتبارك الله عليهم. اليوم معاهم غادي نشوفوا جائحه كورونا بعينهم عبر ثلاث نقاط من العالم، وايضا غتكون بطبيعه الحال فرصه باش نتواصلوا مع بعضياتنا ونسمعوا بعضياتنا ونشوفوها باعين اخرى. ولهذا الغرض مشرفانا وحاضره معنا بطبيعه الحال لالا منى بالكحل، هي ممرضه بجنوفا بالايطالي. مرحبا بك لالا منى. مرحبا بكم كاملين، اهلا وسهلا بك. ايضا حاضره معنا اسماء دويميغ ممرضه بالسويد. مرحبا بك لالا اسماء. ربي يخليك، هذا شرف لي اني نكون معكم. والشرف الكبير ليا. شخبارك؟ كل شيء وعدك على خير الحمد لله. ولا كاينه الشميشه؟ شويه اليوم كان الجو زوين في كومان. المهم مرحبا شويه. كنرحب ايضا بطبيعه الحال بلالة فاطمة الزهراء بلعين، وهي ممرضه بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط. مرحبا بك لالة فاطمة الزهراء. مرحبا، تحيه ليك اختي سكينه، تحيه الاخ كريم والبرنامج ديالكم وعبركم لاذاعه ميد راديو. شكرا جزيلا لك. وكنوجه تحيه ايضا للسيده نور زكري، وهي طبيبه في التمريض ممرضه ممارسه بالعنايه المركزه متخصصه في الطب الباطني. مرحبا بك لاله نور. الله يحفظك. اذا غادي نبداو من جينوفا من ايطاليا. ربما كان يعني السؤال اللي طرح واحد الشكل كبير هو انه ايطاليا كانت من الدول اللي كانت كتضم واحد البؤره كبيره بزاف، وشفنا مشاهد مؤثره بزاف، وشفنا مناظر اللي صعبه بزاف، ولكن ربما بعد الامور بدات كتدرج شيئا فشيئا. فبصفه عامه في البدايه، كونك يعني لالا منى ممرضه، عايشتي الواقع، عشتي التجربه، شنو يمكن لك تقولي لنا؟ اول كانت واحد يعني كنا كنحاربوا ضد واحد الحاجه ما عارفاش شنو هي، ما عارفينهمش شنو هو. يعني كتحارب، كتعطي له سيرفيس ديالك، كتشوف الناس كيدخلوا عندهم شي اعراض غريبه، كيموتوا في 24 48 ساعه كيموتوا وما عارفينش علاش وكيفاش، وداكشي كتزاد كيتموت فيك نهار على نهار. يعني ماشي كتجي حاله في ساعه المكانه، لا يقدروا كيجيو حتى 20 30 حاله في ساعه المكانه. يعني كيما ديالنا حنايا بنادم ما عرفش باش تبلا بزو في طاقه، ما كنتوش كتفهموا شنو واقع، لي زوبيكو العمر صافي عمر ولاو كيكريو دي ريبار اكسبري بوغ لو كوفيد 19، ولكن ما عارفينش شحال غادي يكريو، ما حتى حاجه ما معروفه. يعني الحالات كتجي كتشوف الناس سورتو الناس اللي كيكون عندهم سيرتان اج، اللي كتكون عندهم ديجا دي باثولوجيا ديالهم هنايا، كيشوفهم كيموتوا
ولات 3 سومين الاولين ولا لا 4 سومين ولات مالوغوزمون كدار واحد لا سيليكسيون الناس اللي كيجيو حتى المهم ما كاينينش البلايص حتى المهم ما عرفتيش اللي غيداوا واحد لا سومين مالوغوزمون ولات كتاخذوا الطبيب وياخذ شي قرار ديال شكون اللي غادي يداوي شكون اللي عنده لورجونس اللي غادي يسبق على لا نعم غادي نرجعوا لبعض التفاصيل حتى في الحياه اليوميه ولكن اذا سمحتي لي ناخذ الصوره ايضا من الدول الاخرى غادي ننتقل عند اسماء ربما في السويد يعني الصوره ما كانتش كبيره بشكل كبير ولكن كانت حاضره كانت مجموعه من الاجراءات كيفاش عشتوا تعايشكم مع الكوفيد 19 هذه الجائحه كوفيد في الاول الصوره ما كانتش واضحه حنا ما كناش عارفين واش فعلا كاين هادشي ولا ما كاينش في السويد لحقاش ما خداو حتى شي ما خداوش الاحتياطات ديالهم في الاول الوغ الناس كانوا خايفين بزاف وما كناش عارفين واش هادشي كاين ولا ما كاينش الوغ انا خدامه في دار العجزه ممرضه في دار العجزه دونك التخوف الكبير كان على الناس الكبار الناس الكبارين في البلاصه اللي دونك هما كانوا باغين يخليو الناس الكبارين بعادين على دونك بشويه بشويه خداو احتياطات ديالهم غير الناس الكبارين ما سدوا عليهم دونك ما غاديش يخرجوا بروتيجيو لو ماكسيموم الناس الكبار فوالا الناس الكبارين مي البيرسونيل اللي هما حنايا باقين دونك هما منعوا عليهم العائلات ديالهم وديكشي دونك بقينا حنا البيرسونيل اللي كنخرجوا كندخلوا حتى هادوك البيرسونيل اللي كانوا كيجيو عندنا مثلا غير سوايع وداكشي ما بقاوش كيجيو لحقاش بغاو غير لي بيرسونيل اللي خدامين تما يعني مرسمين تما دونك ولينا فواحد ستريس البيرسونيل قل خدامين فواحد ستريس وما عارفينش حنايا شنو كان حاربوا مرضوا عندنا الناس الكبارين دونك ما غاديش نقدروا نديهم للسبيطارات لحقاش باغين هما الناس لي جون هما اللي يدخلوهم مثلا الا مرضوا لي جون غادي تكون الاولويه لي جون دونك الناس الكبارين حنا اللي خاصنا نسعفوهم عندنا وحنا ما عندناش الماتيريال الكافي كان نقص كبير في لي بافات بزاف ديال واخا كانوا جاونا بزاف ديال المساعدات ولكن داكشي ما كانش كافي دونك كانت واحد ستريس كبير بالنسبه للبيرسونيل اللي زعما في البلاصه اللي خدامه فيها وماشي غير عندنا حنايا في العالم هي تجربه ما كانتش سهله بطبيعه الحال في العالم ولكن كل ربما دوله والتصور اللي تخلق من خلال المقاربه ديالها في تسيير هذه الجائحه العالميه بطبيعه الحال انا غنرجع لبعض التفاصيل ولكن لازم شويه ديما كما كنقول نلقيو نظره على شنو وقع في العالم انا غنمشي عند فاطمه الزهراء بطبيعه الحال لا فاطمه الزهراء انت في واحد المدينه اللي فيها نسبه شويه طالعه مقارنه مع الدار البيضاء متصدره العدد ديال الاصابات ولكن الرباط كذلك يعني تسجل فيها واحد العدد عرفت واحد الوقيته واحد التراجع اللي كان مريح للرباطيين ربما وكان مريح بصفه عامه لا كورب اللي كنا متبعين ولكن من بعد عاوتاني عرف واحد الارتفاع اللي شي شويه كان مزعج الشيء اللي خلى انه حتى التصريحات مؤخرا ديال وزاره الصحه كتقول بانه اتونسيون راه ما نرتاحوش راه ما ناخذوش مساله على انها صافي راه تحل المشكل هذا راه فيروس اللي ما مفهومش راه اليوم يقدروا يكونوا 5 حالات وغدا يكونوا 300 حاله اذا ما مفهوماش الوضعيه ما مفهوماش انتم كاطار صحي كيفاش عشتوا التجربه بطبيعه الحال يعني تعريضا على المداخلات ديال الزميلتين اللي قبل مني هو حنا في المغرب كان عندنا واحد شويه ديال لا شانس عليهم هما هو اننا حنا تعرفنا شي شويه على الكوفيد عن طريق التجربه ديال دول اخرى والحمد لله يعني السلطات المغربيه كانت عندها واحد الحد ديال الفتنه انها سبقت مجموعه ديال الاجراءات اللي الحمد لله مكناتنا اننا نيفيتيو الله يحفظ شي مصيبه كبيره ولكن مع الاسف حنا بحال تسانسنا مع هذا الكوفيد فهمتي تسانسنا مع الكوفيد وربما الناس قنطوا وهذا الشيء هو اللي كان تيؤدي لظهور بعض البؤر حيت كتشوف ليه الشيخ ولا كورب غاديه الى حد ما في صعود ولكن صعود اللي هو مقبول يعني اللي غادي انت ماشي مع التطور الابيديميولوجي ديال اي مرض ولكن ملي كتشوف داك لو بيك كيطلع كتعرف بانه كاين فتور في منطقه من المناطق
علاش ملي كيكون داك الفتور يعني في اتخاذ ديال الاجراءات الاحترازيه لا من جانب السلطات ولا من جانب المواطنين، وكنأكد على ان الغالب الفتور تيكون من جانب المواطن مع الاسف. هنا كتبان بؤره، ومع الاسف ملي كتبان بؤره ما تيبانش حاله او اثنتين، راه ملي كتبان فعلا الاسبوعين اللي فاتوا كانت بانت واحد البؤره في واحد المنطقه معينه دون تحديد الاسماء، فعلا ما كناش كنجلسوا. كانت تجي الصباح كانت يلا كتلبس عليك 60 70 حاله 80 حاله كينزلوا عليك ديال لي تيست، فهمتي؟ وكيمشي هادشي بلا 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 لي تيست اللي كيداروا اون امبولاتوار، كتمشي كيمشيو دي زيكيب موبيل البلايص ديال لاغلوميراسيون ديال الناس، يا اما الاسواق التجاريه يا اما وكيداروا لي بريليفمون بالالف، مع الاسف كيجيو دي بوزيتيف. علاش؟ لان كنرجعوا نقولوا بان الناس بحال تسنسوا بداك الحجر الصحي وشافوا بان ما كاينش حالات، قالوا راه حقا مشى الكوفيد، لا راه هذيك الاجراءات ما حدنا محترمينها، ما حد الحالات تنقصوا، ما حدنا كنعياو واحد شويه، ما حد عاوتاني كيجيو دوك لي بي. يعني واكو كان ربما واحد الناس يعني مشات بالمسار اللي كانت بغات الدوله ديال انهم جلسوا في جورنا داك الشهر الاولاني وما يكونش هذا الاستهتار نوعا ما من واحد الفئه، ربما كان ممكن انه في هذه المرحله دي نكونوا قدرنا نسيطروا على الفيروس بصفه يعني مش نهائيه ولكن نسبيا بشكل احسن، لان كيبقى فيروس ليه عنده ان تريتمون، ولكن الحل الانسب ولو بلو يعني اللي ممكن يعطي نتائج ليا ميراكولوز الا بغينا نقولوا هو ان ايفيتيو تجمعات. وان راه واحد تيقول حقا غنمشي غير الحانوت، راه الحانوت كاين فيه مول الحانوت، مول الحانوت براسو راه كيشوف واحد 100 واحد في النهار، غنمشي غير السوبر مارشي، السوبر مارشي راه كيشوف مئات الالاف ديال لي كليون في النهار. اذا داك العدم احترام ديال واحد اجراء واحد، اولا تيقول لها جي دقات عليا جارتي جي غير نسلم عليها، صافي جارتك مشات عند لا فامي ديالها ولا فامي ديالها، كل واحد عنده مقر العمل ديالو ربما غادي يمشي له، وهالو ما كيبقى غادي داكشي بواحد واحد التطور ديال ليكسبونونسيال، واحد تعادي 10 و10 تعادي 20 وهي غاديه طبيعي الحال كما قلتي. انا كنتسناو يعني املنا في القدره الالهيه كبير بزاف، لانه ربما المساله يعني راه صعيب جدا انه يسيطر عليها، يعني كما كنقولوا المؤهل البشري صعيب على انه يسيطر على هذه الظاهره او هذا الفيروس هذا، ونعتبرها ظاهره وجائحه عالميه، صعب من الصعب، لانه للاسف في العالم تبتوا الناس بانه كاين نوع من 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 التمرد على 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 القرار، واش عندها ابعاد نسيه واش عندها ابعاد اجتماعيه، واش هو فقط نوع من التمرد ما مفهوماش، لانه عدد من الناس رفضوا انهم يجلسوا في ديورهم ربما في العالم ماشي فقط في المغرب. مساله اللي كتطرح سؤال كبير، واحد كتقولوا الا خرج شي غتموت كيخرج، شنو هو البعد النفسي والاجتماعي ويعني وجميع المصطلحات تستحضرها في ديك اللحظه اللي كيفكر بها. غنكملوا الدردشه ديالنا، ولكن انا غننتقل دابا عند لانورا. لالا نورا، طبعا حال الولايات المتحده الامريكيه من ضمن الدول اللي سجلت عدد كبير في الاصابات وعدد كبير في الوفيات، وخاصه يعني بالنسبه للناس المتقدمين في السن. ربما كانت نقاشات سياسيه كبيره ما غندخلوش فيها، وتصورات سياسيه كبيره احنا ما غاديش ندخلوا فيها، ولكن نتكلموا على ما هو انساني. كيفاش عشتوا التجربه، خاصه وانه يعني حكم انكم كتشتغلوا بطبيعه الحال بالعنايه المركزه، يعني انتم في قلب الحدث. كنخدم انا في المستشفى اللي فيه كله تحول، يعني الكوفيد دابا تدير يعني كوفيد 19 حولنا تقريبا جوج ديال الانعاشات كاملين كنديروا فيهم الكوفيد، اللي هما كيكون فيهم انتوبيتد بيشنت يعني بالتيوب داكشي اللي كيكونوا عايشين في الميكانيكال فنتيليشن، وحولنا ثلاثه ديال الفلور كاردياك الفلور والنيورولوجي فلور والتي سي يو هما كيكونوا ستيب داون من الاي سي يو، كلهم حولناهم للانعاش يعني تقريبا الفنتيليشن. درنا محاولة أننا استطعنا أننا نستعملو يعني البايباب، ما عرفتش كيفش غنقولها بالعربية، بايباب هو واحد الماشين اللي تنديرو على التنفس اللي كتساعدك تنفس in and out الداخل والخارج، وعطاتنا يعني تجارب اللي مزيانة انستيدف يعني احنا درنا دابا اي واحد كيجي عندنا اللي هو تيحتاج more than 4 liter oxygen كيحتاج 4 ديال liter ديال الأكسجين ديركسوم وتنحطهم في فنتيليشن. سو دابا واش ولينا كنديرو، ولينا تنديرو البايباب وعطانا نتائج اللي هي ايجابيه بزاف مقارنه مع الحالات. كيف ما قالوا الاخوات قبل مني كان واحد الخوف كبير،
خصوصا انني انا الخدمه ديالي كندير نيرس براكتيشنر، كنخدم مع الهاسبيتالز جروب. ملي كيبغيو يدخلوا شي واحد من الامرجنسي تيعيطوا لي تيقول لي انا والله عندنا بيشنت از كوفيد رول اوت اور كوفيد بوزيتيف. يعني كتربطي ربما من الاستقبال من اللي كيجي مريض الامرجنسي، يعني من المستعجلات تيعيطوا لي من بعد صافي انه غادي يدخل المستشفى. ملي كيبغي يدخل المستشفى انا الاولى اللي تنشوفه. كنتي فاش المجموعه كندير الاجراءات الاوليه، خصني نمشي كندير لي ليكزام فيزيكال اكزام، كندير البرايمري اوردرز كاع الاوردر كاملين، وكنقرر واش هذا البيشنت شنو الفلو اللي ممكن يمشي وشنو هما الحالات اللي كاين. يعني في السيمانه اللي انا رجعت دخلت، اللي انا كنخدم سيمانه 7 اون و 7 اوف، ملي رجعت دخلت لقيت المستشفى ديالنا كله تيرن كوفيد. It was a little bit scary. يعني المنظر كان شويه مرعب انه خرجتي سبع ايام دخلت ما كنا ما عرفناش كيف ما قالوا الاخوات، ما عرفناش يعني كتحاربي شي حاجه غير مرئيه. ما تنعرفوش شنو كنديروا. سيكند ثينغ واش لان هاد الحالات بداو عندنا قبل، الا باقا كنعقل انا تقريبا قبل يعني في ديسمبر اوف سميتو اوف نوفمبر، ولينا كنشوفوا بيشنت اللي هما تيجيو بحالات ما تنعرفوش. الاشعه ديال الصدر كيكونوا انفلتريت بوت سايد، يعني كيكون بزاف ديال الباتش، وكتشوفي في التحاليل ديال الدم تتشوفي حالات اللي هما كيكون عندك واحد الليكوسايت اللي هي واحد التحليله ديال الكريات البيضاء طالعين، وكيكون اللمفوسايت يكونوا هابطين بزاف، وكيكون الفيراتين مهرس بزاف تيكون عندك طالع، وكيكون عندنا واحد المهم شي حوايج اللي هما في يعني الالتهاب ما فاهميش المصدر ديال. وحنا كنقولوا يعني اشنو هادشي اللي تيدير. في الاول كنقولوا راه الفلو غير نموذج من الانفلونزا اللي هو ستون، وكنغطيو على الانفلونزا تنغطيو بالانتيبيوتيك على النمونيا تنغطيو بحال كتحطي اي الاعراض غطي جميع الاعراض، وحنا ما عارفينش شنو كيجرى. يعني حتى من بعد عاد ولينا this is like covid this covid oh my god this covid، ولكن it's getting better. كيف ما كانت اخت دابا ولينا يعني تعيشنا معاه ولي تيجينا عادي. في الاول كنا كنمشيو من الباب وكل شيء، يعني لي ماسك باقي نديرو لي ماسك دابا، وداك الشيء N95 كديري ريجولار ماسك فوق منه وتتغطي كاملك، وكنحيدو حوايجنا من الباب وكنلبسو حوايج ديال السبيطار. من بعد كتخرجي كتبدلي حوايجك تما وكتخلي كل شيء وكتجي حوايج. ملي كنجيو للدار مع الزوج ديالي حتى هو خدام في المستشفى معايا، تنجيو من الباب في الكراج ان فوا كنخرجو من الطوموبيل كنبدلو حوايجنا في الكراج، كل شيء كيمشي لماكينة الصابون كل شيء الدو. يعني الانسان كيعيش واحد الخوف اللي تعيش معاه. دابا ولا عادي، وخصوصا الزوج ديالي في الكوفيد يونت، انا يعني في الامرجنسي والزوج ديالي في الكوفيد يونت. يعني وكان واحد لك so what we're gonna do right now, oh my god this is scary, maybe you should start slip upstairs or downstairs. لكن يعني من بعد دابا ولينا يعني ولفنا، يمكن غير الولف، ولكن تأثير في الداخل ديالنا يعني كان قوي. يعني هاد يعني كانت كما كنقول يعني امراض اخرى كتكون عندك شي حاجه بيدك كتحسي بانك كديري شي حاجه للمريض وكترديه للحياه، يعني وان اوردر كيغير الحياه ديال المريض اكيد. فهمتي دابا ما عندكش هذاك الاوبشن في الهاد ديالك، ما عندناش هذاك الاوبشن اشنو ممكن ندير لهاد المريض. دابا ولينا كان بالنسبه للناس الكبار كيف ما قالت الاخت كبيره اللي تيجيو كاملهم تقريبا حطيناهم، كنقولوا حنا دي ان ار كومبورت ميجر، يعني كيف ما تنديروا حنا في المغرب تقول لي راه راجل كبير خليه صافي يمشي عند الله. وداك الشيء دابا اللي درنا قبل ما كانش هذا المصطلح ما كانش كيتداول في المستشفى عندنا. يعني اي واحد ديزيرف ا لايف، اي انسان تيستحق الحياه. دابا ما بقاش لا دابا كنبوشيو حتى الفاميلي كنعيطوا لهم في التليفون وكتقول لهم لا الحاله ديالو سيئه وما عندنا ما نديرو دابا. موقف يعني صعيب نورا باش الانسان يوصل لواحد السن وتقول لي صافي ما عندنا ما نديرو ليه. كتبقى دابا المشكل ماشي غير لان كنشوفوا هذا المرض بزاف كيصيب الناس اللي هما كبار. عندنا حنا هنايا في الولايه اللي انا فيها صاب الناس اللي هما كاينين النقط باش تكون افريكان امريكان وباش تكون اوبيس غليظ بزاف وباش تكون عندك اعراض اللي هما مزمنه بحال المرضى اللي تيجيونا ديال الدياليز وديال القلب وديال اللي كيكون عندهم السكري اللي متطور
كيكونوا مضروبين عندهم الكلاوي، كيكون عندهم اللي كيكونوا الناس اللي كيكونوا يكميو بزاف حتى هما يا كيكون عندهم واحد المرض يسمى سي او بي دي، والانفيزيما حتى هما ما داروش مزيان يعني هادو بزاف، وخا يكونوا صغار يعني ما تجاوبوش يعني العيد يعني بزاف فيهم يعني مشاو عند الله رسول الله. انا غادي نكملوا الدردشه ديالنا بطبيعه الحال، ونبغي شويه نمشيو لحياتكم اليوميه الخاصه شي شويه. ملي كنتكلموا على الفيروس وكنتكلموا على التعامل، حنا يعني كل واحد من زاويه العمل ديالو كان عنده خوف، كلنا عندنا خوف على عائلتنا، على وليداتنا، على ابائنا، على امهاتنا، عندنا تخوف. حتى انه انت كتقول الا خرجت ويعني ومشيت وقعت لي شي حاجه وجبتها للدار، فانا غنكون مسؤول على انني اديت العائله ديالي والاسره ديالي كامله. ربما عدد الناس اللي مضطرين انهم يخرجوا للعمل عايشين بهذه الازمه ديال الضمير كيف ما تنقولوا. شفنا بزاف ديال الاطور التمريضيه والطبيه اللي يعني داروا فيديوهات او اللي كان معاهم نقاش، اللي بصراحه يعني غير القلب اللي ما اللي كما كنقولوا اللي محجر اللي ما يمكنش يتحرك. يعني باش الانسان يدخل لدارو ما يقدرش يقيس وليداته، او لا يفضل انه يبقى في دي زوتيل وما يمشيش عند وليداته للدار، او انه هو بحد ذاته عايش بالضغط وكما كنقولوا يعني عايش بالخوف من المرض، تيقول اليوم نتصاب غدا نتصاب. يعني انت منى كنتي في بلاد اللي ربما كما كنقولوا رفعوا رايات الاستسلام في لحظة من اللحظات، يعني تابعنا راه ربي اللي عالم بقلبنا نفطر الناس ديال الإيطالي سواء من مغاربة أو لا من غير المغاربة، يعني كان مشهد صعب. كتشوف صافي لا إله إلا الله محمد رسول الله، السفينة كتغرق ما بقاش حل. كيفاش انتي حياتك انتي مع راسك كيفاش دوزتي التجربة؟ كيفاش كنتي كتفيقي الصباح وكتمشي للخدمة وكتعاملي كيفاش نوع تصورات عائلتك في المغرب إلى غير ذلك؟ نقول لك أهم حاجة خص الواحد يكون يعني تكون عندك واحد الشخصية. مادام كتقال هذا الميدان واخا بغيت نصحها، انا ماشي ممرضه، انا واحد لا ريسبونسابل في لا سوسيتي في وسط لوبيتال كنديروا موتي سيكس. دونك كون فورس يكون عندك واحد لا كاباسيتي، واحد الفور ديال يعني لو كاركتير ديالك يكون شويه فور. حنا وصلنا كيف ما قالت الدكتوره فيزات ويني حتى هنايا بقى هادشي ما كانش حتى شي مستشفى. مي ملي كتوصل لواحد الوقت اللي كتقول صافي هذا ما غاديش نحط فيه يديا لانه صافي ما عندي كيفاش ندير ليه غير خليه يمشي عند الله، فودير بان لو سيستيم سانيتير اللي فايت يعني صافي ما بقاتش حاجه ما بقات خدامه فيه. دوكا ملي كيجي عندك ماشي غير مريض واحد 100، ملي كيجيو عندك 7 ولا 8 ولا 10 ديال المرضى في النهار وكتخليهم يموتوا هكا كنت ما عاجز ما قادر دير والو، يعني صافي لو سيستيم سانيتير صافي راه سالا. دونك خص تكون عندك واحد الشخصيه قويه لانه واحد الوقت ما بقيتيش كدير غير لو سيرفيس ديالك وصافي. واحد الوقت بديتي تخدم حتى سيكولوج للناس اللي قدام مني كيشوف صورتو اللي طالي كانت مضره بزاف، لانها بحال كنقولوا لو بي زيرو اول دوله تكتشف وتنتشر فيها هذا المرض. يعني اي دوله جات من ورا ليطالي كان عندها واحد لو مينيموم ديال البريكونسيون، كانت عارفه شويه كانوا سامعين. يعني ليطالي اللي عطاتنا التجربه هي اللي بينات لنا الفيروس شنو ممكن يدير. راه حيت مالوغوزمون ما تخدمش ما بون مالوغوزمون كلشي كان هادشي اللي كنقولو ابخي مي افون واحد ما كانش عارف. دونك ما كانش في احتياطات اللي كنت تخدمت في الاول، كان ممكن بزاف الحوايج غادي يتبدلو. دونك هما اول حاجه سدو المطارات بسبب لي شينوا، وما فكروش بان الناس اللي شينوا قدروا يجيو ابار دي سكال من مطارات اخرين من دول اخرين ويدخلو بزاف الحوايج. وكتعيش معه وصلت واحد الوقت اللي ولا بحال خوك كتعيش معه، كتفق مع الصباح كما قالت الدكتورة كتبدل في الكراج، يعني انت غادي تدخل للدار بالحوايج اللي لابسهم ديال الزنقة، كتحس بواحد المسؤولية تجاه الناس اللي عايشين معك في الدار، والديك خوتك اللي عنده ولادو اكسيتيرا، سورتو اللي عنده مثلا جداتو ولا جداه جالسين معاه في الدار، الناس اجي يخاف عليهم بزاف الحوايج. لو ملي كتخرج انت في الصباح غادي تخدم وكيبان لك المدينه كلها خاويه واحد الوقت ماشي سهله. انا واحد ليكسبيريونس بيرسونال ديالي، عندي مون بير هنايا عنده سون اكتيفيتي دو موا هو يساد لاكتيفيتي ديالو، يعني ماشي سهله. هي الصباح مولف على داك الروتين، يعني كدير اكونسوليتون كافيك في الطريق، مولف على واحد الروتين يومي مولف عليه، كلشي كيتبدل. يعني الزنقه فريمون واحد 10 ايام سورتو هنا في جنوبا الزنقه فريمون ما فيها حتى شي حد،
يعني اللي يعني عنده كل شيء، عنده لمين ديريكسيون ان يخدم واحد لواحد لوبيتال كبير هنايا، يعني كل شيء لمين ديريكسيون غادي خدام خدمته. الا ما لقيتيش يعني اون سيفيل غادي خدمته، صافي كتلقى لابس لبسه ديال البوليسي ولا ديال ديواني ولا شي واحد ديال الامن اللي حتى هو غادي غير يخدم خدمته. ما كاينش شي حد يعني هو هو منى، انتم كيف ما قلتي لي يعني كانت واحد الحاله ديال الاستنفار في الاطر الصحيه، يعني بالنسبه لك كنتي كتشتغلي في, في 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 الاداره، فدخلتي يعني لانك تعاوني في, في في استقبال الناس وفي تقديم يد المساعده للناس، يعني جميع الاطر تكاتفات، ما كانش خاصه من بعد ما ولاو كيديروا يعني كما كنقولوا بعض السرائر اون بلانغ باش يمكن انهم يقدروا يقدموا الاسعافات الممكنه للناس. الاول يعني لي بروميير دي جور، سورتو لي بروميير دي جور، الناس كلهم كانوا خايفين، الممرضين نفسهم كانوا خايفين طبيعي، ما عارفش انت كتحارب شي حاجه اوكي ولكن ما عارفش شنو هي. دونك حنايا خدمنا واحد لوبيتال كبير بزاف، كنعاود نقولها بانه من لي زوبيتال لي كبار في النورد ديال ليطالي، وكنا كنخدموا بواحد على ثلاثه ديال التوتال ديال البيرسونيل. شنو خو كلشي المرض كان مرضي، ما كانش عارف شنو غادي يدير. دونك يعني الناس قلتها تخافت في الاول، كان الخوف في الاول، كان الخوف كلشي كان جالس في دار، يعني جات من جوج جهات، جات عندك لي باسيون اللي كيجيو واحد النمره خارق الخيال، وفي نفس الوقت لا كارينسا ديال المخ ديال البيرسونيل سانيتير. نعم يعني اسماء الى سمحتي لي، كيف ما قلتي انت كتشتغلي مع الناس الكبار، وكان يعني العمل بشكل كبير على انه يتم الحفاظ على الناس الكبار، ولكن انت اسماء غير انك ممرضه، فانت انسان عندك عاداتك اليوميه، كتخرجي من الدار كتدخلي الدار الى غير ذلك، كيفاش عشتي هذه المرحله وانت قريبه من الكوفيد؟ يعني اول حاجه كما قلتي كاين ستريس في الخدمه، خايفه على الناس اللي خدامه معاهم، خايفه على راسك، خايفه على الناس اللي قراب ليك، كيفاش عشتي دوك الايام؟ كيفاش كنتي كتشوفي المساله؟ شوف انا بالنسبه لي الخوف اللي كان عندي، حيت انا عايشه بوحديتي، ما عنديش زعما ما غيكونش عندي واحد الخوف انني غادي نعادي شي واحد من العائله ديالي، ولا عايشه بوحديتي. دونك الخوف اللي كان عندي انني نعادي هذوك الناس الكبارين اللي خدامه معاهم، دونك انا خاصني ناخذ واحد يعني احتياط اكسترا، يعني خصني نكون واخده الاحتياط حيت الناس كبارين تما وعندهم كيف ما كنقولوا فلازون دو ريسك. ستريس اللي كان عندي عاوتاني انني خايفه على العائله ديالي، عارفه ان الوالد ديالي مريض كذلك، وفهمتي والحدود مسدودين، يعني ما غاديش نقدر نمشي نشوف العائله ديالي الا طرات شي حاجه، وانا من النوع اللي اي حاجه كنمشي للمغرب، يعني كنمشي بزاف. دونك هذا واحد ستريس عاوتاني نوع اخر. يعني في الزنقه مثلا هنايا ما كانش الناس خارجين، دونك كاينين الناس بارتو، خاصني نكون واخده واحد الاحتياط اللي ماشي حيت خايفه على راسي، حيت خايفه على الناس اللي خدامه معاهم. دونك حيت انا عاوتاني ما عندي حتى شي حد خايفه عليه، فاش كتكون شي حاجه تما انا اللي كنطوع، ديما كنقول لهم فاش كتكون عندنا شي حاله يعني باقي غير شاكين فيها، كنقول لهم انا فاش كتكون غير شي حاله مشكوك فيها تنعملوها كانها راه فيها كوفيد نيتون كوفيد 18. دونك شنو كناخذ انا هذا كنقول لهم داكو انا غادي نمشي، حيت ما عنديش شي حد اللي غادي نعاديه مثلا في الدار، وماشي في لا زون دو ريسك، دونك تنقول لهم انا غادي نمشي. كنمشي كناخذ كنقول الا انا بوحديتي ما عنديش دراري صغار مثلا اللي غادي نخاف عليهم، ما كنت ديما كناخذ انا ديك كنقول لهم ماشي مشكل انا غادي نمشي. شي مرات كنت كنخدم انا عقله واحد مريض، خدمت من 7 ديال الصباح تقريبا 24 ساعه، 7 الصباح ديال الغد ليه، لحقاش ما كانش اللي غادي ناوب. دونك واحد ستريس بعدا فواحد الوقيته راه ما يمكنش. انا دابا راسي عندي واحد الالم في الظهر دابا، لحقاش جاك ستريس بزاف، يعني جا مورا بعد دياتهم. لا بالنسبه للستريس اللي كان عندنا في الخدمه، النقص ديال الماتيريال، النقص ديال بيرسونيل، دونك اضطرينا على ان حنايا غادي نبقاو نعاونوا بعضياتنا، نبقاو كاين اللي كيبقى مثلا 12 ساعه، كاين اللي تيبقى حيت لي زوبيتو ما بغاوش ياخذوا لينا الناس الكبار، دونك حنا اللي اضطرينا ان حنايا غادي نقابلوهم ديالهم، وما عندناش ديك المعرفه الكافيه، ما عارفين شو كيديروا لنا، تيديروا لنا دي فورماسيون. المهم عاونوا بزاف ديال الحوايج، ولكن مع ذلك داك ستريس كنا
الوقت كامل خاصنا ما كانش عندك حتى بعد مرات ما كتلقايش حتى الوقت باش تاخذي بوز ديالك. يعني كاين صراع مع الوقت صراع مع عدو ما معروفش، وربما هنا فين كانت فين كانت المأساويه ديال الموقف اللي مريتو منه ربما. فوالا اللي اكيد انا وتحنا عايشناه، لانه انا بصراحه شخصيا كنتسال كيفاش ممكن الناس باقا تخرج للشارع باي حياة ما كاينش مشكل في الوقيته اللي كتسمع المآسي في العالم. زعما بصراحه انا كنطرح السؤال وربما نطرحه عليك حتى انت لاله فاطمه الزهراء، يعني كتخرجي الصباح غتمشي للخدمه ديالك كيف ما قلتي، يعني ربما كاينه تدابير من الباب ديال المستشفى، مساله اللي ما يمكنش تنكر في العالم. يعني المغرب دار تدابير استباقيه صراحه تشهد ليه، ما غاديش نقولوا بانه قطاع الصحه عندنا قطاع متطور، حنا عارفين الواقع ديالنا، ولكن في هذه الظرفيه اللي وقعنا فيها كانت يعني مبادرات وكانت اجراءات اللي هي في المستوى واجراءات اللي هي تحسب المغرب، يعني شاء من شاء وابى من ابى كما كنقولوا. ولكن انت بالنسبه لك فاطمه الزهراء كتخرج من الدار عندها واحد الدور غتقوم به، كيفاش كيكون المسار ديالك؟ وبيني وبينك واخا الانسان يعني يكون الحب ديالو المهنه ديالو حتى يعيا كيجينا الخوف، كنخافوا على راسنا، ولا ما خفناش على راسنا كنخافوا على الناس اللي قراب لينا، كتخاف على وليداتك على والديك على عائلتك على الناس اللي قراب ليك، وكتلقى راسك كما تنقولوا يعني في واحد المرحله انت انفاس. ما انا شخصيا في الايام الاولى كان عندي واحد الوسواس اللي وصل لواحد الدرجه ديال 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 الهوس، واش كنقول انا كل شيء كنقول راه جاوني يعني جاوني الاعراض، يمكن فيا الفيروس، يمكن يعني الانسان بلا ما يحس كيلقى راسو في هذا الهوس هذا. فانتي قريبه بزاف في الحقيقه، ما بغيتش ندوز الفرصه بلا ما نشيد يعني بالدور الطلائعي اللي عملوه المغاربه بجميع المكونات ديالهم، سواء كانوا سلطه او لا شعب او لا ادارات او لا في قطاع الصحه ولا خارج الصحه. حقا القرارات كانت جريئه، كانت قويه، كان المغرب خلق الحادث بجميع المكونات ديالو، يعني سواء كانوا في السلطه اللي خدات قرارات شجاعه واخا كانت صعيبه علينا شي شويه انها ندوزوها لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا نفسيا، ولكن كانت قرارات شجاعه وكللها الشعب المغربي بمستوى عالي ديال الالتزام ديالو، واخا شي شويه مؤخرا كيتنقص ربما العياء ربما واحد الفئه كان واحد نوع من الانفلات للاسف، ولكن عدد كبير من الناس اللي وعات في واحد المرحله من المراحل. انا في واحد الوقيته كنت نخرج مع 7:30 ديال الصباح من الخدمه، كنرجع حتى ل 9 10 ديال الليل، كيفاه ما تنشوفش كاع ما كنشوف تقطه ما كدورش في الزنقه لا في الصباح ولا في الليل، كيفاه ما عنديش نهائي فكره على شنو كيروج وسط النهار. ملي تبدل عندي التوقيت وليت كنخرج شي شويه بكري جيت شوكي في الحقيقه، لان واقع المر لان حسيت شي شويه بحال داك المجهودات اللي كنبدلوها وديك المغامره اللي كنغامروا بحياتنا وصحتنا وهذا ما غاديش تكلل بالنجاح اللي كنطمحوا ليه حنا، حيت الدور ديالنا ما كافيش بوحدينا، يعني تكاتل الجهود ديالنا كاملين، كنا اطر صحيه ممرضين وغيرهم، كنا سلطات من امن ووقايه مدنيه ومن يعني جميع المكونات ديال السلطات اللي خدامه في ارض يعني في الواجهه تاهما، سواء الدور الاكبر اللي هو على المواطن. الى المواطن ما دارش يدو في يدينا ما غاديش ننجحوا نهائي، واخا ما عرفنا نحطوا الممرضين كاملين في الصفوف الاماميه ويعني ونفارقهم الله يحفظ تحت طائله الوفاه ولا المرض بكورونا، ما غاديش نحلوا المشكل الا ما ضمنش معنا المغاربه، ما ضمنوش معنا المغاربه وداروا يديهم في يدينا. نعم يعني انت فاطمه الزهراء ملي كنتي كتشتغلي ربما كيما قلتي كان عندك شيفت الليل واحد المدة اللي هي مهمة، من بعد تحولات كاينة تدابير، يعني ملي كتخرجي من دارك خاصك تدخلي المستشفى تلبسي لباس معين تعاملي بطريقة معينة تواصلي مع الناس بطريقة معينة. للأسف كانت بعض الرسائل التحطيمية من بعض الناس الله يهديهم، في نفس الاتجاه عاود كانت ناس اللي اعترفات بالجميل، وبصراحة إلا بغينا نكونوا مجحفين ما نعترفوش بالجميل ديال الأطر الصحية، فجميلهم على الراس وخاصو يبقى على الراس وصراحة لكم منا كل التكريم وكل التقدير وكل الاحترام، شكرا لكم لأنكم ضحيتوا بحياتكم في سبيل أنكم تلحقوا للإنسانية بطبيعة الحال. الناس اللي اعترفوا بمجهود ديال الجسم التمريضي كنشكرهم الشكر الجزيل،
والناس اللي ما اعترفوش تنقولوا لهم حنا راه في الصفوف الاماميه وغادي نبقاو، كان الاعتراف ولا ما كانش الاعتراف، لان هادشي ما كنديروش بالجميل، هادشي راه واجب علينا، مهنه اللي كنحبوها مستعدين نقدموا الغالي والنفيس صحتنا وعمرنا، لان المهنه ديالنا كنحبوها ايه، ولكن راه بلادنا حتى هو كنبغيوه وكنبغيو له غير مصلحه. يعني ما يمكنناش، انا شخصيا ما كنت، انا كنت جو سوي انفيرميير في البلوك اوبيراتوار، ملي لا طلونسا لو بروميير كا ديال كوفيد اتصلت بالاداره ديال المستشفى وقلت لهم جو سوي فولونتير، وبديت الخدمه في الكوفيد قبل ما يبداو لي كوليك ديالي، واذا بي كنلقى بان المسؤولين في الاوبيتال تيقول لي راه غزاره ديال اتصالات ديال الممرضين اللي تيطلبوا التطوع حتى هما في الكوفيد. يعني شيء زعما يوتليش الصدر، لان واحد المهنه اللي ما خداتش حقها في المغرب مع الاسف ديما كتكون عند واحد الكونوتاسيون اللي هي سلبيه على المهنه ديال التمريض. ولكن انا كنستغل الفرصه باش نعطي التبرير. مع الاسف المهنه ديال التمريض في المغرب كتعرف مجموعه ديال الدخلاء كيزاولوها ناس اللي ما هماش ممرضين، داكشي علاش كنلقاو بعض الاخطاء وبعض الفضائح اللي كتغزو الاعلام وكتغزو المواقع ديال التواصل الاجتماعي. راه الاغلب ملي كنحصم وراها مرات ما تيكونوش موراها ممرضين مع الاسف. حاليا اللي في الصفوف الاماميه واللي كيخدموا في الصمت يخدموا بالتزام وبالصمت وبكل تفاني راهم ممرضين، والحمد لله شرفونا، وانا شخصيا كيحصل لي الشرف اني نقدم جميع التضحيات اللازمه. احنا راه كنا كنقولوها بالضحك ولا ربما نقدروا نوصلوا ليها من هنا القدام، يقدر ما يكونش الفونجيب الكافي باش نخدموا، راه وصلوا ليها دول عظمى ودول قويه اقتصاديا وصلوا ليها، كيخدموا بلا بروتيكسيون بلا لي كومبين بلا لي بافيت اللي هما سبيسيالمون كونسيو باش يحافظوا على صحتهم من الكوفيد. حنا كجسم تمريضي مستعدين لجميع الاحتمالات الحمد لله، ومستعدين نخدموا في اي ظرف، لان بلادنا ما كت يعني بلا مزايدات على على على, على الامن الصحي ديالنا وعلى الامن الصحي ديال المغرب. يعني سواء تم الاعتراف لينا بداكشي ولا ما كانش الاعتراف، حنا راه هنا الاشاره مستعدين. الاعتراف واجب، لا هو الاعتراف واجب، الاعتراف يعني للممرضين ولا الاطباء والاطر الصحيه ولا الصيادله، هو اعتراف اللي خاصو يكون، واعتراف اللي بغى يقولها يقولها، اللي مباش يقولها راه كيبغي يغطيش مش بالغربال. يعني هذا واقع اليوم، راه حنا الا قدرنا اننا نسيطروا على الموقف راه سيطرنا نسبيا، قدرنا نسيطروا على الموقف نسبيا راه بفضل واحد العدد ديال الناس اللي ضحات بحياتها وضحات بوليداتها. وما كنظنش بانه يعني راه منكم لا فاطمه الزهراء، ربما خليتي والديك وليداتك عائلتك، يعني الانسان ضحى باللي قريب ليه في مقابل انه يعاون. راه الكونتكست ماروكان عاوتاني الي سبيسيال، علاش؟ لان راك عرفتي الاقتصاد ديالنا كيفاش داير، وعرفتي المكانه ديال قطاع الصحه في ميزانيه ديال الدوله، يعني راك عرفتي لو لي زوبيتو كيفاش دايرين، التجهيزات كيفاش دايره، ولي غوسورس زومان النقص المهول في الموارد البشريه وعلى راسها الموارد ديال الجسم التمريضي. منظمه الصحه دقت ناقوس الخطر اكثر من مره فيما يخص النقص في الموارد في الجسم التمريضي بالمغرب في عده دول وعلى راسها المغرب. وحنا في الايام العاديه كنا كنخدموا في انا يعني موم في حركه ديال الممرضين وتقني الصحه بالمغرب، وندق ناقوس الخطر يوميا على النقص المهول في الموارد البشريه وفي الممرضين، علما ان مجموعه ديال الممرضين اللي تم التكوين ديالهم هما في الشوماج. يعني هاد الظروف كامله كنحاولوا ما امكن نكونوا افيكاس ونقوموا بالواجب ديالنا على اكمل وجه. طبيعه الحال كتكون مجموعه ديال الاحتياطات ماشي خوفا من المرض، حنا عوالين على جميع الاحتمالات. الاحتياطات كتكون باش انت تكون مصدر الامان للمجتمع والمرضى والاسره ديالك، بطبيعه الحال ما تكونش انت هو مصدر التهديد. نعم اكيد، هو لا واضح هذه المساله، هذا الجانب اللي ربما تكلمتي عليه، ربما راه اليوم الصوره فارده نفسها، راه بزاف ديال الامور اللي خاص اعاده النظر فيها، ومن ضمنها بطبيعه الحال قطاع الصحه اللي هو قطاع حيوي واللي اليوم محتاج لانه يكون مؤهل على اكمل وجه. فبالتالي النقاش ربما غياخذنا من بعد هذه التجربه هذه لامور اخرى سيكون لها وقع ايجابي ان شاء الله باذن الله على القطاع الصحي. هذه بوادرها واضحه من هذه التجربه اللي عشناها ان شاء الله باذن الله، املنا انها تحقق في الاقرب وقت ممكن. غادي نتجه عندك لاله نوره. لاله نوره، انت بديتي لنا بالجانب يعني الشخصي نوعا ما، كيف ما قلتي انت والزوج ديالك كتشتغلوا في القطاع الصحي، عشتوا الكوفيد 19 بواحد نوع من التفاؤل. انا كنحييك بعدا على نبره التفاؤل اللي عندك، واحد الابتسامه واحد الضحكه، واخا حنايا في واحد الموقف اللي هو ماشي ساهل، ولكن كتحاولي على انك تعطي واحد الطاقه ايجابيه. جميل جدا. انت والزوج ديالك كتخرجوا من الدار غادي للخدمه، كما قلتي الزوج ديالك فوسط كما تنقولوا حنا في المغرب كنخدموا في التلفزيون، والقضيه صعيبه هنا شي شويه، ولكن عليه حل.
هو تيخدم 3 جوغ في الليل، انا تنخدم 7 اون و 7 اوف، ولكن تنخدم خدمه ثانيه. يعني تنفيق في الصباح بكري مع 8 تمشي للفيرست جام الخدمه الاولى، تنخدم فيها حتى ل 12، وتنعاود نمشي للمستشفى اخر عاوتاني تنخدم فيه من الوحده النهار حتى الوحده الليل. يعني وكنشوف الزوج ديالي في الخدمه ضروري الحمد لله في اخر. ولكن في هذه التجربه هذه ربما يعني كان واحد نوع من التخوف على بعضياتكم، على عائلتكم، على الناس اللي قرب ليكم، ايضا غيكون واحد نوع من التواصل، لانه ربما انا يعني تواصلت مع بعض الناس كاين اللي كيقول لك اودي راه كنا كندويو غير في التليفون على راس كل ساعتين ولا راس كل 3 سوايع، كتكون مشيت بوز كندويو ونسولو فيها ولا تسول فينا وكذا. وهذه مساله اللي ماشي سهله، يعني مساله موقف اللي ماشي سهل. كيفاش عايشتوا التجربه يعني بشكل يومي في الولايات المتحده الامريكيه؟ حقيقة ما أثرتش على الجانب يعني الشخصي ديالي بزاف، لأن أصلا أنا محدودية بزاف كما كنقول، يعني الخدمة الدار الخدمة، ما عنديش لافامي هنايا، والزوج ديالي حتى هو بوحدو حتى هو ما عندوش العائلة هنايا، سو يعني كنخدمو تنجيو بحالنا للدار، يعني ما كاينش يعني بزاف ديال الاتصال إشكال. ولكن كان تخوف كبير في المستشفى، يعني حنا كنا كنخافو بزاف، يعني خصوصا في البداية، في البدايه ملي كتشوفي الحالات يعني كما اللي طالع عطات واحد يعني الفكره في الاول. ولكن بدينا التجهيزات في المستشفى ديك الساعه، بدينا كنبداو يعني اي واحد عنده اللي هو عنده الميكانيكال فنتيليشن ودوك الالات ديال التنفس اللي كنطلعوهم من الفوق، يعني لان سدينا سميتو العمليات، سدينا البلايص اللي تيديروا فيهم الجراحات، كل شيء تسدوا، واستعملنا الالات ديالهم الفوق، يعني داروا واحد يعني واخا هما داروا حتى الاخر يعني باش كيجهزوا، ولكن يعني حاولوا انهم يعني يوفروا كل شيء في الوقت اللي يعني اللي احتاجينا كل شيء. بالنسبه للتخوف كنا كنخافوا، كانوا يعني كيخدموا معايا شي وحدين، تنقول دكتور سلاش ام سو سكيت، يقول لي ذيس از ذا ريزون وي جو فور سكول، هذا هو يعني هذا النهار هذا اللي عندنا اننا نثبتوا اننا علاش مشينا كنقراو، علاش مشينا لهذا الدومين، يعني ماشي الدومين مشينا ليه باش نخدمو ملي يكون كل شيء اوكي، يعني مشينا ملي تكون الحوايج بحال هكا، يعني ملي يحتاجونا في حالات اللي هما طوارئ بحال هذا الشكل هذا، حنا دابا اللي خصنا نخدمو، ما يمكنش لينا خصنا. المشكل عندنا كانوا نقصنا، يعني حنا ما كناش بزاف، كانوا عندنا 7 ديال الدكتورز اللي تيخدموا معايا، وحنايا 2 ديال النيرس براكتيشنرز في الجروب، عندنا تقريبا 3 بهم ما كانوش يقدروا يشوفوا يعني الكوفيد بيشنتس، لان عندهم هما اصلا يعني امراض مزمنه اللي هما ممكن ياثروا عليهم، وكياخذوا ادويه اللي هما يعني الاميون سيستم ديالهم اوريدي سبريست. سو في الاول شنو درنا حنايا، قسمنا الجروب، قلنا يعني 2 غادي يبداو بالكوفيد والباقي غادي يبقاو يعني يشوفوا المرضى العاديين، باش الى مرض شي واحد نلقاو اللي يعوضه، يعني حنا قسمنا في المستشفى، وكان يعني كان داكشي يعني مشى كلشي منظم. ولكن كان واحد ممرض يعني للكره، كانت لحظات ديال الخوف كتقول واو ممكن بزاف، ولكن غير داك الغليان على برا يعني، ولكن ملي كتدخلي للخدمه تتنساي، يعني ملي كتدخلي للخدمه صافي كتولي الخدمه مسيطره لك على عقلك، صافي ما كيبقاش عندك واحد الحالة ملي كتكوني وسط الخدمة، وكتكوني خصوصا ملي كتكون الأكشن كما كنقولوا، ما كيبقاش عندك الوقت باش تفكري في نفسك. نعم يعني ما كتبقاش تفكري في نفسك واش أنا غادي نتعادى ولا ما نتعاداش، ولا خصوصا يعني تقريبا أنا غير ديك 3 أيام الأولى، من بعد صافي وليت تجيني الحالات عادية، يعني مادام أنا مغطية ولابسة مزيان وصافي ودايرة يعني الاحتياطات، ما عنديش علاش نخاف. اكيد بصراحه انا ما سخيتش بكم، النقاش معكم زوين بزاف وحلو بزاف حالكم، لا يخطيكم، شكرا لكم. ولكن قبل ما نختموا نبغي نعرف يعني الوضع حاليا، نبداو بلالا يعني لالا منى، الوضع حاليا في ايطالي سمعت بانه كاينه انفراجات، تبدا تخرج لنا شي شويه، كاينه اجراءات تخادات، الحياه تبدا ترجع شي شويه لسميتو، حطينا في واحد الصوره في ختام اللقاء. حاليا دابا الحمد لله كاتمي بدات كما كنقولوا حنايا ستيب 1، يعني لو كاتمي بداو كيحلوا دي بيتيت اكتيفيتي لي نيسيسير، بداو كيتحلوا بديتي كتشوف الناس شويه خارجين فورتون لو سوبر مارشي هذوك اللي راه ما حبسوا. دابا كاينه واحد لو ستيب 2
اللي غتبدا لو 18 ماي، افيك لو 18 ماي غادي يحل كلشي. يعني حيت الحمد لله بدا لو فيروس بدا كينقص، بدات حالات الموتى اللي كنا كنوصلوا ل 1200 1300 باغ جور، دابا يلا حنايا في 200 250، يعني الحمد لله كينقص بزاف. حتى لو سيستيم سانيتير بدا كيلقى شي حلول اللي هي ماشي ان فاكسان، شي حلول ديفينيتيف، مي كيما كنقولوا حنا يعني شي حاجه اللي كتستوبي هذا الفيروس. دونك الناس دوك كيتعالجوا بزاف، ولا هو السيستيم ديال الترانسفوزيون ديال البلازما، يعني الناس اللي كيتعالجوا اللي ديجا عاد لي زونتيكور ديال الناس اخرين اللي ديجا تعرضوا دونك وصلوا لهذا لو سيستيم اللي لقى واحد شويه ديال ليكيليبر ديالو، والناس بداو كيتعالجوا الحمد لله، يعني كتعطي نتائج بوزيتيف بزاف. قل المرضى الناس شويه يعني بداو حتى هما كيتعاشوا مع هذا الفيروس، يعني اللي في الاول ما كانش اكسبتي ولا ما كانش داخلو لدماغه بزاف، دابا الناس بداو كياخذوا البروتكسيون ديالهم، كلشي كتلقى داير الماسك ابو ما كاينوش، كتلقى يعني الناس كتحترم لا ديستانس، يعني هذوك ديك كيفاش كنقول لهم ديك اللي غادي شي اللي غادي عادي شي ما بقاش بزاف، النوميرو ديال الناس اللي داو المعادات ما ذكيه شويه. دونك الحمد لله شويه شويه بدينا كنشوفوا داك الشيء من ديك لي غيون سولي الاخر ديال التونيل كما تنقولوا، بدا شويه ان شاء الله خير. يا بالنسبه للمدارس مازال متوقفه، رجعوا لوليدات القرايه وستوب حتى سبتمبر. صافي المدارس حتى سبتمبر، ما كاينش نهائي في هذه النقطه هذه. هي اللي كون كتسالي في لوديس ديال جوان شهر 6 نهار 6 كتبدا حتى لو 15 في سبتمبر نورمالمون، هادو هما لي دات ديال ستوبينغ ديال ليكول هنايا. دونك يعني علاش غادي يحلو على قبل شهر؟ ما حلوش، غير اللي عندهم ليكزام ديال لو باك بقاو متبعين في الدروس اونلاين ديالهم، ودابا كيطلبو ليهم ان سيستيم باش يخلوهم يدوزو ليكزام ديالهم ما يضيعش ليهم العام ديالهم. الله يحفظك يا منى، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله باذن الله. نتلاقاو في فينيزا ان شاء الله من هنا العام الجاي، نتلاقاو في فينيز ان شاء الله باذن الله يكون خير. يعني واحد غزال غزال غزال، واللي عنده لي بوسيبيتا يلميغيت باش يجي يزور ان شاء الله باذن الله، وكل شيء غادي يدوز، واملنا ان شاء الله ان الانسانيه كلها تكون بخير. بطبيعه الحال حنا ما كنفرقوا ما بين لا ديانات ولا اجناس، نتمنى ان الانسانيه كلها تكون بخير، لانه كل واحد فينا كيستحق انه يعيش الحياه ديالو في مامن وبداك الشيء اللي كيتمناه بطبيعه الحال. فالله يرحم جميع الموتى والله يشفي جميع المصابين يا ربي. غنمشي عند اسماء. اسماء الحال الان في السويد شنو واقع؟ الحال في السويد كما قلت انا في الاول ما كانش عندنا شي، كاين شي قطاعات اللي تسدو، مثلا المدارس لي كوليج ولي ليسي تسدو، الدراري الصغار البريمير ما سدوهمش. بالنسبه للناس مثلا اللي خدامين في لا سونتي باش يقدروا انهم مثلا يخليو ولادهم تما، خلاو اختياري، بغيتي تصيفطي ولدك مثلا ما عندكش اللي يقابلو ليك تسديه، كان عندك مثلا الامكانيات انك تخليه مع شي حد في الدار، ولا مثلا سميتو تقدري تخليه في الدار، يعني بقات الامور فليكسيبل. بقى كما قلتي خلاو الامور فليكسيبل، بغيتي تديه للمدرسه ما بغيتيش، مي كوليج ليسي لي فاكولتي كلشي تسدكين. بعض القطع مثلا بالنسبه للشركات الكبارين اللي فيهم تجمعات كبيره بزاف، هادوك سدوهم. كاين بزاف ديال الشركات اللي وقع لهم مشاكل ماديه كبيره، الدوله تكلفات بعض المهم بعض الامور ديالهم تكلفات بها، ما ماشي كلشي. حاليا ما كاينش، مازال ما كاينش، ماشي مقرر انهم غادي يحلوا المدارس دابا، ولا حتى الدراري اللي عندهم البكالوريا ولا شي حاجه غادي يدوزوا بار انترنت، عندهم دي زابليكاسيون داكشي باش كيقراو دابا وكلشي. حاليا مازال ما كاينش شي حاجه انهم غادي يحلوا. وكما قلت لك لي ريستورون داكشي راه حل بيان سور، الناس كتاخذ الاحتياطات ديالها، يعني كاينين لي كافي محلولين لي ريستورون محلولين. لا دوبي لي ديبي ما كاينش شي حاجه زعما اللي تسد، من قبل كان كلشي كان محلول، غير هو الناس كان واخدين الاحتياطات ديالهم. بعدا اوغوزمون في السويد الناس زعما من شحال هادي هما
واخدين الاحتياطات ديالهم ما يكونش داك التجمعات الكثيره بحال مثلا في المغرب ولا بعض الدول الاخرى. دونك شي شويه القضيه ما عندناش حاليا، راه عندنا تقريبا 26600 كلك كا اللي عندنا في السويد. هي اللي مؤكده، راه رقم كبير، ولكن زعما بالمقارنه انه حنا ما كانش عندنا الكونفينمون راه سي كومام زعما ماشي. كنتمنوا ان هذا الشيء هذا يسالي اقرب وقت من قلبي، لحقاش فريمون ما بقيناش قادرين زعما. ان شاء الله تجي المغرب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ربي كنتمنى ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله الى جيتي المغرب ان شاء الله. افيك بليزير ان شاء الله. مرحبا لالا. يعني لالا فاطمة الزهراء، اش كيبان لك زعما 20 ماي غيكون شويه بدايه الانفراج، ولا مازال ممكن انه نزيدو نمددو ربما في التجربه ديالنا؟ لانه للاسف بزاف ديال الناس اللي في هذه المرحله هذه شي شويه لاشات. الناس عيات، ولكن ما عندناش الحق نعياو، في الحق باقي الحال، باقي خصنا مازال نصبروا، لان هذا المرض هذا كما كيعرف الجميع راه ما حدنا كنلتزموا، ما حدنا كنقضيو عليه. وحنا المهم حنا اون طون كانفيرميي داير ضاربين حساب الحساب ديال، انا نفسيا يعني دايره الحساب ديال اسوء الاحتمالات باش ما نبقاش ستريسي، لان حنا الى حنا لاشينا على من غيعولوا الناس، ناس عوالين علينا، اذا حنا خصنا نرجلو بطريقه يعني بالعربيه. ونتمنى ان الناس تلتزم. انا حقا ما كرهش نكون ايجابيه ونقول لك كنشوف هادشي غادي فيغ شي حاجه زوينه، ولكن هادشي كيبقى راهين بمدى الالتزام ديال الناس. راه هذا الجواب مرتبط ارتباط وثيق بمدى الالتزام ديال الناس، يعني لو بور ديال لي بافيت، الالتزام بالقواعد ديال النظافه، والالتزام بالحجر الصحي، وما يخرجش الانسان الا للدار ولا القصوى، لان حنا شعب اجتماعي، ماشي حنا ماشي بحال السويد. ربما السويد في الايام العاديه ما كاينش داك الاختلاط، ما كاينش داك التجمعات الكبيره، حنا شعب اجتماعي ضروري الا ما تجمعوش في الاسواق ولا هذا، راه كيتجمعوا العائلات مع بعضياتها هذا يعني. وصعيب، انا شخصيا من نهار بدا البرومي جور ديال الكونفينمون ما شفتش مي بارون ولادي في الدار، ما موالفاش نجلسهم بوحديهم، تيجلسوا بوحديهم وانا وباباهم تنخدموا تيبقاو هما بوحديهم حاضرين راسهم. يعني علمتنا بزاف د الحوايج هذا الكوفيد، ونتمنوا انه نستافدوا من الدروس ديال هذه الاخطاء القليله اللي طلعت لنا لو شيفر. نتمنوا ان الناس ياخذوا منها دروس ويلتزموا في هذا الشيء اللي بقى، والله يبعد علينا هذا البلاء. امين يا ربي. نتمنوا انه الناس تفهم بانه اليوم راه الخروج من المنازل استثناء وماشي القاعده. القاعده هو تبقى في دارك، امن مكان ليك هو دارك، امن مكان يمكن ليك تكون فيه اليوم هو دارك. فعلا يمكن عينا، يمكن بغينا نخرجوا، يمكن بغينا نرجعوا لحياتنا الطبيعيه، ولكن الا ما دخلناش للديورنا وبقى هذا النوع من الاستهتار الا وكنساهموا في انه تطول المده. اذا كل ما دخلتوا للديور كل ما غنخرجوا كاملين في اقرب وقت ممكن. نتمنوا خير ان شاء الله. لالا نوره، اعطينا الصوره الان في الولايات المتحده الامريكيه، شنو عندكم؟ حنا دابا بديتي تفتح الايكونومي، بداو تيفتحوا تقريبا، لان كلشي دابا تيغوت على الازمه الماديه دابا والازمه ديال الاقتصاد، لان بغاو يحلوا حتى هما، لان ماشي غير ضربه في الموارد البشريه، ولكن كانت عندنا حتى ضربه في الاقتصاد، وهذه في المستوى العالمي كله وقفات الوقت صح. ولكن دابا تقريبا هنا كلشي مساعد للايكونومي تو اوبن، بغاو يحلوا، لان كما كنقولوا يعني الا كان الانسان واعي. انا يعني كنشوف ان المغرب دار يعني اجراءات اللي هما مزيانين، ولكن بالنسبه حنا ما يمكنش لينا نطبقوه هنا في الولايات المتحده الامريكيه، لانه كيقول لك هذاك السوسياليزم، الا جبرتي الناس باش يجلسوا لديورهم ما عندكش الحق، هذيك كتعتبر انك تتعدى على الحريه الشخصيه. وغتعدوا على الحريه الشخصيه ولكن كاينين دابا تيقول لك ليكونومي غادي يحل، ولكن كلشي غادي وير الماسك، يعني مانداتوري الى لقاوك برا بلا ماسك، يعني عندك بحال غرامه ماليه، وضروري كلشي كيكون الماسك وسوشيال ديستانس، خاصك تخلي الديستانس يعني المسافه بينك وبين الاخر، عمرك ما تقرب من الاخر، يعني انت الا كنتي لابس الماسك والاخر لابس الماسك وكنا المسافه بيناتكم يعني وداك السلام ولا سميتو ما كاينش. لا نور، انت غتنزلي المغرب؟ انا كنت حاطه الكونجي ديالي في الاخر ديال شهر 7، سدوا الحدود.
ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. تبات في المغرب يعني ان شاء الله نتلاقاو وصافي بليزير. شكرا جزيلا ليك، شكرا لكم كامل، انا بزاف بهذا اللقاء معكم بصراحه. شكرا لكم، تحيه تقدير واحترام واجلال بصراحه. والمصطلحات ما كيبقاوش يتلقاو، والمجهود الكبير اللي قمتوا به شكرا لكم، شرفتونا وكتشرفونا. شكرا على المجهود الكبير، شكرا على يعني كما تنقولوا العلم المغربي اللي رافعينه في العالم. شكرا جزيلا لكم اللي خطيكم علينا، وتحيه كبيره منكم لجميع الاطر الصحيه. طبيعه الحال في الختام نبغي نشكر لاله منى بالكحل، هي ممرضه بجينوف عفوا عضو يعني إطار صحي، والآن كتشغل الجانب التمريضي بإيطاليا بجينوفا. شكرا جزيلا لك للا منى، وإن شاء الله بإذن الله نتلقى، وإن شاء الله بإذن الله مرحبا بك من دخول المغرب. نحولوا لي فاليز ديالنا موجودين، لي باسبور ديالنا موجودين. الله خير قريبا. ان شاء الله خير قريبا، ونجمعوا ان شاء الله باذن الله، وكل شيء شي غيبقى غير تعاود. ايضا كانت معنا اسماء دويميك، وهي ممرضه. شكرا جزيلا لك لاله اسماء، وان شاء الله باذن الله نتلاقاو في وقت فرصه قريبه. شكرا جزيلا لك، الله يبارك والله يعينكم. امين. انا اللي كنشكرك بزاف على الدعوه، شكرا لك. كانت ان شاء الله ربي يخليك وبارك الله فيك. لالا فاطمة الزهراء شكرا جزيلا لك. طبعا الحال كانت معنا لالا فاطمة الزهراء باللين، وهي ممرضه بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات كلها اللي تقاسمتيها معنا. كنحييك على روحك الشجاعه والمقدمه، وواصلي حنا معكم. شكرا لكم على التضحيه الكبيره ديالكم ولريختكم علينا، ونتمنى ان شاء الله يا ربي نخرجوا من هذه الازمه وحنا منتصرين، وانتم معنا ان شاء الله باذن الله. عيد سعيد في حق منتينا، ما قلناش عيد سعيد لكافة ممرضين عبر العالم. غدا ان شاء الله الممرضين عبر العالم غادي يحتفلوا بيومهم العالمي. عيد سعيد وخبط عمل يعني المواجهة والعمل الدؤوب. عيد سعيد لجميع الممرضين عبر العالم. مرحبا، واخا هو البرنامج راه غيديفوزا نهار الاربعاء، اذا عيد سعيد غدا بحكم اننا سجلنا اليوم. شكرا جزيلا لك، وكل عام وانتم بالف الف خير. وشكرا لك لاله فاطمه الزهراء، تبارك الله عليك. ايضا كنوجه تحيه لاله نورا زكري، وهي طبيبه في التمريض، ممرضه ممارسه بالعنايه المركزه، متخصصه في الطب الباطني. شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوه وحضورك معنا اليوم ان شاء الله باذن الله. نلتقي في وقت قريب. تفضلي. انا دكتوره، عندي دكتوره في النيرسينج براكتس، يعني نيرس براكتيشنر، عندي دكتوره في النيرس براكتس. جميل جدا. مع الاطباء في الجروب ديال الاطباء. طبيبه متخصصه في الطب الباطني؟ لا لا، ممرضه. دكتوره في التمريض. فوالا دكتوره في التمريض، وممرضه متمرسه في العنايه المركزه، ومتخصصه في الطب الباطني. ياك صححتها. لا كنت قلت شي حاجه ماشي هي هذيك. لا ما بغيتش بنادم يطلب دابا طالع ليا من شي جهه اخرى يقول هي هذيك. برافو عليك، بون كونتينياسيون. كنقول لك برافو، الله يعطيك الصحه، وان شاء الله نتلاقاو في وقت قريب باذن الله. وخليك ديما بهذه الابتسامه وبهذه الضحكه، وان شاء الله موفقه باذن الله. شكرا جزيلا لك بصراحه، ما سخيتش بكم، ولكن وقت البرنامج وصل للنهايه ديالو. كنبغي نشكركم جزيل الشكر على تواصلكم معنا، وبها كنبغي نشكركم مشاهدينا ومتتبعينا بطبيعه الحال. وبرنامجكم الواقع هو هذا، بصراحه الواقع هو هذا اليوم. انا شخصيا حشمت من نفسي، فنتمنى انه الناس تفهم المعنى والتضحيه اللي كيقوموا بها الناس باش يحميوا الانسانيه. فالله يخليكم. مطلوب منا جيست بسيط، نجلسوا في ديورنا، نخرجوا للضروره القصوى، ونحافظوا على شروط السلامه والاحترازيه، نديروا الكمامه ديالنا، حافظوا على مسافه الامان ديال متر حتى لزوج متر. اتساع زوين في هذه القيته هذه، ما نسلموش، ما نتعانقوش. جاي الوقت اللي غنتسالموا ونتعانقوا ونحبوا بعضياتنا ونتشكروا بعضياتنا، كلشي ان شاء الله هادشي جاي، ولكن صبروا حتى تدوز هذه المرحله. الله يخليكم، ما بغيناش نتصابوا بالانتكاسه. نتمنى انه الناس تلتزم. اللي ما دركناش في رمضان ان شاء الله رمضان الجاي، ما دركناش في هذا العيد ان شاء الله العيد الجاي، الايام قدامنا. ولكن المأساة اللي كنعيشوها اليوم ربما ما كنتمناوش نشوفوا فيها لا والدينا ولا ولادنا ولا حتى نفوسنا. شكرا جزيلا لكم. كنشكر ايضا كريم نايتسي اللي رافقنا اليوم في الاخراج وفي تنسيق الحلقه بطبيعه الحال. مشكور جزيل الشكر كريم نايتسي. كنشكر ايضا الزملاء بطبيعه الحال اسماعيل كحلاوي ويونس ايضا على المشاركه ديالهم في البرنامج. شكرا جزيلا لكم، دمتم في رعاية الله، أعود وألقاكم في عدد جديد. إلى اللقاء.